بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الفل واهلا بيكم في حلقه جديده واسبوع جديد من الماتش. كل سنه وحضراتكم طيبين. ليله نرجو من الله ان يتقبل فيها دعائنا جميعا، ولا تنسونا جميعا بخالص الدعاء. ربنا يا رب يتقبل، ويا ربنا يا رب يساعدكم ويحفظكم ويحفظ كل اسرنا. ولا تنسوا ايضا اشقائنا في فلسطين بخالص الدعاء في القدس. ربنا يا رب يربط على قلوبهم ويحافظ عليهم ويحافظ على بيوتهم وعلى اسرهم جميعا. في لحظات زي دي كمان بطلب منكم جميعا الدعاء لزميلتي العزيزة والصديقة الإعلامية المتميزة إيمان الحصري. ربنا يا رب يشفيها، هي في العناية مركزة، فربنا يا رب يشفيها ويرجعها لأسرتها سالمة بإذن الله. وأيضا خالص دعائنا لصديقنا العزيز محمد الحصري مدير نادي الجونة. إن شاء الله ربنا يرجعها لكم بألف مليون سلامة يا رب، ويحفظ كل حبايبنا ويديهم الصحة بإذن الله، يشفي كل مرضانا. النهارده في الدوري المصري في قصص، في الكرة العالمية في قصص، في مصر على مستوى الأمور الإدارية في قصص، لكن تبقى القصة الأهم حتى وإن كانت مباراة القمة في هذه الجولة اللي بدأت النهارده، الجولة رقم 21 من المسابقة، مش حاسمة. في دوري زي ده الكل فيما تبقى من المسابقة محتمل بنسبة كبيرة إنه يفقد نقاط، فحتى إذا فاز الأهلي على الزمالك فهو بالتالي بيقرب نفسه خطوة من حسم محتمل للقب الدوري، لكنه لن يحسم الدوري بالفوز على الزمالك. وحتى إذا فاز الزمالك وتواصل وجوده على القمة من جديد انتظارا لانتهاء الأهلي من مؤجلاته، فهو بيحافظ على وجوده على القمة لفترة محتملة، وبالتالي بيقرب خطوة من اللقب، لكنه لن يحسم اللقب. هي مباراة زي أي مباراة، لكنها مباراة كمان معنويا نفسيا مختلفة، ودي الميزة اللي كل واحد من الطرفين عايز يقتنصها، حتى وإن كان عارف إنه ما خلصش أي حاجة في حالة تحقيق الفوز على الطرف الآخر. الكل بينتظر، والأهلي والزمالك أعلنا قائمتيهما لهذه المواجهة المرتقبة في استاد القاهرة بإذن الله مساء بعد غد الاثنين. الأهلي والزمالك بعد أيام قليلة، أقل من شهر من لقاء جمع بينهما في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من المسابقة، فاز خلالها الأهلي على الزمالك بهدفين لهدف، يلتقيان من جديد وأعلن الفريقان القائمتين. قائمة الأهلي جاءت بالشكل التالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. محمد الشناوي قريب جدا من المشاركة المعتادة، في ظل أنه كان غاب عن المواجهة الماضية اللي حرس فيها المرمى علي لطفي بسبب إصابة الشناوي وقتها بفيروس كورونا. خط الدفاع محمود وحيد اللي شارك أساسيا في لقاء الاتحاد اللي كسبه الأهلي بنتيجة هدفين لهدف. أحمد رمضان، بيكهام، محمود متولي، رامي ربيعة، سعد سمير، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بنون، محمد هاني، وأحمد نبيل كوكا. خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمود عبد المنعم كهربا، وليد سليمان، حسين الشحات، محمد مجدي، أفشة طاهر، محمد طاهر، وأكرم توفيق. وخط الهجوم: مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن، وولتر بواليا. إذا قائمة مكتملة بدون غيابات، بدون حتى قلق من إصابات كانت قد وقعت في لقاء الاتحاد السكندري. بيدخل بيها بيتسو موسيماني باحثا عن تحقيق انتصار جديد على الزمالك، هيكون ثالث على التوالي إذا تحقق بعد نهائي دوري الأبطال الإفريقي وبعد ماتش الدوري اللي فات، والآن الدور على مباراة دوري جديدة. على جانب آخر، بعد ما خسر الأهلي نقاط عديدة وعاد للانتصارات في مواجهة السكندري الاتحاد 2-1، كان الزمالك هو الآخر بينتصر بعد ما تعثر أمام بيراميدز على سكندري آخر هو فريق سموحة بنفس النتيجة 2-1، لكن بسيناريوهين مختلفين بالنسبة للفريقين العملاقين القاهريين. أعلن مستر باتريس كارتيرون بعد نهاية التدريب النهاردة والانطلاق إلى معسكر مغلق قائمة الفريق اللي جت كالتالي: محمد عواد وجنش وأحمد نادر السيد في استمرار لغياب أبو جبل. عواد يبدو أنه يبدو قريبا يعني من المشاركة الأساسية الثالثة على التوالي بعد بيراميدز وسموحة. خط الدفاع: حازم إمام، حمزة المسلوسي، محمود الونش، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، أحمد فتوح، محمد عبد الشافي، استمرار غياب عبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، اسلام جابر، محمد اشرف رؤى، محمود عبد العزيز، زيزو، احمد سيد، زيزو، شيكابالا، احد اهم لاعبي الزمالك في اللقاءات السابقه ان لم يكن في هذا الموسم حتى الان، اشرف بن شرقي بينضم لشيكابالا في نفس المسمى السابق، يوسف اوباما، وفي الهجوم حميد احداد، مروان حمدي، سيف الدين الجزيري، واسامه فيصل. باحثا عن فرصه سيف الدين الجزيري في ظل انتقادات بتوجه ليه رغم انه ما بيلعبش، لكن في ظل اختيار كارتيرون لحميد احداد
فدايما السهام بتوجه لانه هو فين هجومنا. مروان حمدي نزل ضيع فرصه خطيره رغم مجهود كبير عمله، الزملكاويه بيتكلموا على سيف الجزيري اللي كان فيه انتقادات اصلا على الصفقه نفسها عشان ما ينفعش يشارك في افريقيا، لكن دلوقتي الكل متساويين لان الزمالك بيبحث فقط عن بطولات محليه، فيبحث هو الاخر عن فرصه في ظل استمرار كارتيرون في الاعتماد على حميد احداد. دي قائمه الزمالك، وقائمه الاهلي من قبليه مواجهه ان شاء الله تكون قويه وما بين قمة دايما بننتظرها في أي ظرف من الظروف، سواء كان الفارق شاسع سواء كان الفارق ضيق زي دلوقتي، سواء كانت جولة أخيرة أو حتى جولة في منتصف المسابقة. الزمالك بعد الفوز على سموحة، رئيس نادي سموحة المهندس محمد فرج عامر طالب بإعادة المباراة بعد أيام قليلة من مطالبة الزمالك بإعادة مباراته هو شخصيا مع بيراميدز. ولكن خلينا نقول لكم انه حتى وان كان في شك كبير جدا في احقيه سموحه في الحصول على ضربه جزاء في لقطه طارق حامد، لكنها في النهايه هي قرار فني لا يعيد مباريات، لكن النهارده سموحه قدم طلبا 100% 100% سيقابل بالرفض، بعكس مثلا قصه الزمالك وبيراميدز اللي فيها خطا اداري بعدم استكمال المباراه، لكن برضه بقول لكم انه غالبا مش هيتقبل اعاده هذه المباراه اخرى زي ما بيراميدز طلب هو الاخر اعاده نفس المباراه بتاعه الزمالك. الاهلي على جانب اخر يبحث عن الفوز، وفي كلامه احنا لسه مصممين على استقدام حكام اجانب. يا اتحاد الكوره بعت لنا خطاب بتقول لنا فيه انك بتعترف بارتكاب اخطاء تحكيميه ضدنا في مواجهات سابقه، لكن ده مش هيمنعنا من ان احنا نقول لك في ختام بياننا ان احنا برضو عايزين حكام اجانب، وده طبقا للائحه اللي انت نفسك حاططها. فقالوا له عايزين الحكام الاجانب واحنا قادرين ندفع فلوسنا وقادرين ندفع لما تبقى من الموسم، ده حق من حقوق الاهلي طبقا للائحه. اتحاد الكره رد عليهم بانه عندكم حق، لكن احنا كمان حق من حقوقنا ان بعد ما انتم تستوفوا الشروط دي نقول لكم لا، لانه قرار مجلس اداره في اتحاد الكره المصري. على اي حال القمه سيديرها حكم مصري من جديد بعد قمه الشهر الماضي، والاسماء لسه متراوحه ما بين الكابتن امين عمر، الكابتن ابراهيم نور الدين اللي حظوظه تبقى اقل وان كان بيقدم مستويات كبيره فعلا في الفتره اللي فاتت بعد عودته الى التركيز والهدوء كمان والمستوى الفني، وفي النهايه حكم مصري سيدير القمه. نتمنى ان يوفق في اقامه مباراه جيده جدا تحكيميا سواء هو او المهم قوي حكم الفار هو الاخر. ده فيما يخص الدوري المصري الممتاز اللي النهارده بدات فيه جوله اتلعبت، وهي جوله رقم 21، مباراه واحده بس منها انتهت بالتعادل ما بين المقاولون العرب والانتاج الحربي بهدف لكل فريق، والهدفان سجلا من ضربة جزاء. تقدم الانتاج الحربي عن طريق رمضان محمد وتعادل المقاولون العرب عن طريق المتخصص محمد سمير، فاقترس كل فريق نقطة غير مفيدة على الإطلاق. أكيد أحسن من أن واحد فيهم يخسر، لكن هي أكيد مش حلوة خالص أنك ما كسبتش. فخد المقاولين نقطة فتواصلت نتائجه المهتزة وعروضه اللي ممكن تكون كويسة لكن نتائجها غير جيدة، وتواصل تواجد الانتاج الحربي في قاع الجدول وهو الأبعد حتى عن أنه يحقق انتصارات ويضمن مراكز متقدمة أو يبقى في الدوري تحت قيادة الكابتن عماد النحاس المقاولون، والإنتاج الحربي تحت قيادة الكابتن أحمد كشري. بكرة عندنا ماتشات كتيرة في الدوري المصري ممتاز، أربعة اللقاءات كالتالي، كلهم 9:30 كالمعتاد في الإسكندرية يلتقي المصري مع مصر المقصة، يلتقي إمبي مع الاتحاد السكندري، ويلتقي طلائع الجيش مع غزل المحلة، وفي الدفاع الجوي بيراميدز يلتقي مع سيراميكا كليوباترا في مواجهة أعلن خلالها الفريقان قائمة الفريق اللي هتلعب. واليوم التالي بقى عندنا الأهلي مع الزمالك، سموحة مع وادي دجلة، الجونة مع أسوان، والبنك الأهلي مع الإسماعيلي. قال مسؤول الإسماعيلي أن حالة الكابتن إيهاب جلال مستقرة، يا رب تكون مستقرة وبإذن الله يشفى شفاء تاما خلال الأيام اللي جاية المصاب بفيروس كورونا. لكن رغم غيابه نتائج الإسماعيلي تحسنت كثيرا في 3 مواجهات سابقة تحقق فيها الانتصار. قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز جاءت النهاردة من شوية كالتالي. للقاء بكرة عامر عامر ومحمد جمال وحمزة معوض حراسة المرمى، خط الدفاع رجب بكار، أحمد محسن، فابريسنجا، عبد الله محمود، خالد صبحي، طارق سامي، سيف إتقاء، خط الوسط محمد توني، محمد ابراهيم، رجب عمران، صالح جمعه، محمد مسعد، كوامي بونسو، شريف دابو، وفي الهجوم ميدو جابر، احمد ياسر ريان، شادي حسين، وينفو الكوبينا، واحمد غنيم. مباراه ثالثه للكابتن ضياء السيد يبحث فيها الانتصار اول في مسيرته التدريبيه مع فريق سيراميكا كليوباترا بعد تعادلين متتاليين وبحث عن انتصار، خصوصا ان الفرق من تحت بتكسب، وما ادراك ما انتصارات تتحقق في منتصف الموسم زي دي. غزل المحله هنا بيستدعي مننا رسالة إشادة قوية جدا.
الكابتن اسامي شيشيني لا انسى انه كان معانا في مداخله تليفونيه تقريبا في الجوله الرابعه او الخامسه من المسابقه، وقال ان في فرق بنسبه كبيره من دلوقتي نقدر نقول ان هي هتهبط، فذكر فريقه السابق اسوان اللي كان بيدربه اول ما استقال قال المعلومه دي، وغزل المحله. غزل المحله رد على الجميع، كسب اهلي ومن قبليه كسب زمالك وبينهم كان تعادل مع بيراميدز الثلاثه الكبار، بل وتقدم على فرق عريقه جدا وصل النقطة 30، فريق دلوقتي طموحاته بعد ما كانت لما عودش في الدوري بقت بشكل طبيعي جدا لما يقدمه من أداء وما يحققه من نتائج، ليه ما خدش مراكز متقدمة في جدول الدوري؟ قالوها صراحة، ليه ما نشاركش في أفريقيا؟ لو ده ما تحققش الموسم ده فباستمرار الروح دي والرجولة دي والتركيز ده ممكن يتحقق في مواسم مقبلة، حتى رغم إن ما فيش نجم واحد كبير تقدر تقول إنه ده اللي شايل فريق غزل المحل، لكن الواقع ان الفريق كله بمديره الفني المخضرم الكابتن خالد عيد هو النجم، وبالتالي يستحق هذه الاشاده اللي بيتلقاها من الكل ممن يتابعون الكره المصريه. بالكلام عن بيراميدز اللي هيلتقي بكره مع سيراميكا كليوباترا، فقائده عبد الله السعيد تلقى النهارده خبرا يبدو صادما لكنه ليس نهائيا، بل وبيقولوا اصلا ما يفرقش معانا. عبد الله السعيد اللي في شهر ابريل من السنه اللي فاتت جاله قرار من الفيفا ردا على اهلي جده السعودي بيقول له انت مش ملزم بدفع 2 مليون دولار للنادي الاهلي في قصه العقد الثلاثي اللي ما بين الاهلي واهلي جده، انك لو عايز تمشي لاي نادي مصري خلال الثلاث سنوات اللي جايه تدفع لنا 2 مليون دولار، فبتحايل بتحايل عشان نسميها طبقا لمسمياتها الصحيحه، فسخ تعاقده مع اهلي جده وانضم الى بيراميدز المصري بعدها بسنه واحده بس او اقل. فقالوا له احنا فسخنا تعاقدنا مش نقلناه اعارة او بيع الى نادي بيراميدز، واحنا حاطين بند كنا ذكرناه وقتها بيقول انه المكان الوحيد اللي ممكن نختصم فيه كاطراف ثلاثة هو الفيفا، الفيفا حكم لنا ان احنا مش ملزمين بدفع اي حاجة. هل توقف الاهلي عند كده؟ لا، تحرك من وقتها من سنة وشهر فاتوا لحد ما جاله قرار النهاردة من مركز لتسوية النزاعات في اللجنة الاولمبية، قال لهم ده شأن محلي والفيفا قال لنا حاجة، أهلي جدة تمام مش ملزم، لكن ده لاعب مصري بيلعب في فريق مصري ملزم قدامكم إن أنتوا تخلوه يدفع لنا الـ2 مليون دولار. فطلع النهارده حكم مركز التسوية للنزاعات بإنه عبد الله السعيد ملزم بسداد 2 مليون دولار للنادي الأهلي في خبر أفرح الأهلاوية أكيد ومجلس إدارته. لكن عبد الله السعيد رد من خلال محاميه إنه لأ، القصة منتهية والفيفا قال لنا والموضوع لا شأن له بمركز تسوية النزاعات أو باللجنة الأولمبية. الأهلي قال إنه لأ، ده شأن محلي خلاص ما بقاش ليه علاقة بالفيفا، وإنت اللي ممكن دلوقتي تستأنف في مركز تسوية النزاعات في اللجنة الأولمبية عشان ترد، إما إنك تقولك إنت ملزم ويكون وقتها قرار بات وحاسم، أو إن تقولك لأ خلاص الفيفا كان حكم لك قدم مستنداتك فما يكونش علينا فلوس. دي آخر خطوات إحنا عايشينها دلوقتي، مين هيدفع أو مين هياخد الفلوس هنعرف في الأيام القليلة جدا المقبلة، هنحاول نتابع ده كمان خلال حلقتنا النهارده. طيب بكره الكابتن محمد عادل حكما لمباراة طلائع الجيش وغزل المحلة، معنى كده انه خرج خلاص من مباراة الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك، وهو كان احد المرشحين اعلنت من شوية حكام مباريات الاحد، وبالتالي اول اسم بيخرج هو الكابتن محمد عادل ضمن الحكام الدوليين اللي كانوا مرشحين لتولي مسؤولية مباراة القمة. باقي الحكام بقى بما اننا اتكلمنا عليهم نستعرضهم سريعا، الكابتن جهاد جريشه، هقول لكم بقى قصه مهمه جدا عن الكابتن جهاد جريشه انه ازاي بيتولى التحكيم بعد خبر كنا قلناه من ايام بعد مباراه الزمالك وبيراميدز، هيدير مباراه المصري والمقصه والكابتن عمرو الشناوي هيكون حكما للفيديو. مباراه تاليه انبي والاتحاد يديرها الكابتن عبد العزيز السيد والكابتن محمد سلامه حكما للفيديو. مباراه بيراميدز وسيراميكا كليوباترا يديرها تحكيميا الكابتن محمود ناجي وحكم الفيديو هو الكابتن مصطفى مدحت. مش قلتولنا، مش انتوا هتقولوا كده، مش قلتولنا انه الكابتن جهاد جريشه تم ايقافه شهرا او ربما بعض البرامج التانيه قالت شهرا ونصف عن اداره المباريات بعد مباراه الزمالك وبيراميدز اللي فيها بعض القرارات الجدليه المثيره للجدل يعني، واللي حتى بعضها في شكل جازم لان هي غير صحيحه. مظبوط، ده اللي احنا قلناه ومظبوط، ده كان القرار داخل لجنة الحكام، ولكن لجنة الحكام رأت إن ما تعرض له الكابتن جهاد جريشة من هجوم عنيف
ان هي تدعم في اطار دعمها للحكام احنا مش هننفذ القرار ده بل وهنتراجع عنه بل وسيحكم مباريات. ونفس القصه حصلت مع الكابتن محمد معروف، ما كانش طلع قرار ضده اصلا لكن دعما ليه خلوه النهارده يحكم مباراه ام بي المقاولون العرب مع الانتاج الحربي، فده في اطار سياستها لدعم الحكام. اختلف مع هذه السياسه، ادعم طبعا لكن مش معنى كده ان المخطئ او المقصر ما يتعاقبش، او انك عشان ترد على او تدعمه قدام الجماهير فتقرر انك ما تعاقبوش على خطأ انت نفسك عارف انه خطأ. على اي حال بالتوفيق للحكام المصريين جميعا، احنا بندعمهم والله، وحتى لو في انتقاد فهو دعم، وغرضه ان احنا نحاول نحسن من الاداء ونبعد عن الاخطاء اللي بتؤثر على شكل جدول المسابقة اكيد، وبتضر فرق دفعت وانفقت وصرفت وتمرنت واشتغلت فجأة بقرار تحكيمي رغم وجود الفار ممكن يظلمها. دي كانت الأمور المحلية، أما الأمور الدولية الأوروبية العالمية ففي الدوري الإنجليزي تأجل حسم بطل البريمير ليج، كده كده هيحسم إن شاء الله يعني عادي. مانشستر سيتي كان داخل النهارده ماتش تشيلسي في مباراة وصفت بأنها بروفا للقاء سيجمع بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا من يوم 29 من الشهر الجاري، لكنها في الواقع مش بروفا خالص. على مستوى القائمتين اللي شاركوا النهارده أساسيين أو حتى بدلاء، وعلى مستوى الطموحات، تشيلسي داخل المباراة دي عشان يأمن مركز ثالث أو رابع يضمن بيه دوري أبطال أوروبا السنة اللي جاية، وسيتي داخل المباراة عشان ياخد الدوري النهاردة، ولو ما خدوش النهاردة ياخده بكرة مش أزمة يعني. فدخلوا المباراة ولكن كسب تشيلسي مانشستر سيتي علشان يقول لجمهوره ما تقلقوش، أنا فوزي على أتلتيكو مدريد وانتصاري على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا مش حظ، والنهاردة أنا بكسب عشان أدخل مش مركز رابع بل مركز ثالث بل وأقترب من الوصافة كمان، واستنوني في ماتش مانشستر سيتي كمرشح للفوز بدوري الأبطال مش كمرشح أقل حظوظا من مانشستر سيتي. كسبوا في ملعب الاتحاد بل وكانوا متأخرين في مباراة كانت نقطة التحول فيها ضرب الجزاء ضيعها أجويرو بعد هدف تقدم بيه ستيرلينج. أجويرو ضيع ضرب الجزاء بطريقة بانينكا، بتبقى حلوة قوي لما بتدخل، بتبقى وحشة قوي لما بتتصد، لكن بسبب ضعفها وتوقع حلو من مندي نط كده وراح حط ايديه كده فمسك الكوره قبل ما يقع اساسا على الارض، فاجويرو قرر انه يعتذر. لكن تشكيل الفريقين تعالوا نستعرضهم في مباراه بقول لكم تاني ان هي مش هتكون بروفا للقاء المرتقب في نهايه الشهر الجاري في مباراه مقرر حتى الان ان تلعب في اسطنبول في تركيا. على اي حال الفوز ده كان مهم لتشيلسي عشان خلاه في المركز الثالث، وكانت اعتقد ان الميزه الابرز لمانشستر سيتي انه لما هاجم تشيلسي في الكاس خسر، ولما ساب تشيلسي يهاجمه في الشوط الثاني برضه خسر، فاكيد جوارديولا دلوقتي بيفكر في طرق ازاي العبهم في ماتش الفاينل الاهم بالنسبه لي، بحيث ان انا لما هاجمتهم اتغلبت ولما هاجموني برضه اتغلبت، فلازم يفكر في طرق مختلفه لمواجهه الساحر توخيل. هو ساحر فعلا باللي عمله مع الفريق منذ تولى المسؤوليه في منتصف الموسم. ده كلامنا العالمي في وقت كان محمد او مصطفى محمد النهارده نجمنا المصري مع جلاتا سراي بيلعبوا مباراه القمه مع بشكتاش، فاز فريق جلاتا سراي وده خبرنا الاخير بنتيجه 3-1 بعد مباراه خدوا فيها النقاط الثلاث. لكن مصطفى محمد اللي شارك بديلا لم يكمل المباراه بعد نزوله اصيب باصابه في الكاحل، فخرج مستبدلا ودموعه هي اللي قلقتنا ونقله على النقاله قلقنا اكتر، لكننا اطمأننا الحمد لله او حصلنا على تطمينات يعني ان اصابه مصطفى محمد عباره عن كدمه بسيطه في الكاحل، لكن في فحوصات طبيه هتجرى ليه في الايام اللي جايه عشان يتحدد هل هيعرف يلحق ماتش الثلاثه اللي جاي ولا لا. لكن ان شاء الله طبقا لما علمنا في أسوأ الظروف الكدمه البسيطه اللي في الكاحل حتى ان غيبته عن ماتش الثلاث فهيكون متاح للمباراه التاليه في الدوري التركي. يعني الاصابه مش قويه مش مقلقه قوي مش مزعجه، فالكابتن حسام البدري يطمن لانه اكيد الكابتن حسام البدري اول واحد بيحط ايديه على قلبه لما اي لاعب من لاعبيه بيصابون زي ما تريزيجيه للاسف كان قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي. ربنا يرجعك بالف سلامه يا تريزيجيه. بعد الفاصل معانا اخبار كتيره جدا مهمه جدا وبعض القضايا هنناقشها في الماتش، خليكم معانا. اهلا بيكم مره تانيه. في قصة دايرة بقالها يومين ثلاثة على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا الأهلوية رد عليها الزملكاوية، وهي قصة قناة النادي الأهلي. القصة اللي خرج فيها بعض الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
من بعض المسؤولين ربما الحاليين او المنتمين او اصدقاء المسؤولين الحاليين داخل قناة النادي الاهلي، وهي عن انه في اتنين قالت بعض فيديوهاتهم وصورهم القديمة انهم منتميان الى نادي الزمالك تشجيعيا. والكلام هنا على الزميلة سارة محسن وعلى الزميل مينا ماهر. سارة محسن مقدمة للبرامج ومينا ماهر مراسل في قناة النادي الاهلي. واتنشرت ليهم فيديوهات، تحديدا المكتب اللي متصوره فيه ساره محسن اللي هي بتقول فيه كلام عن ماتش الاهلي والنجم الساحلي، ان هي بتتمنى فوز النجم الساحلي وهي الزمالك طبعا هو الواحد طبيعي انه يشجعه. ده مكتب البي بي سي، هي زميلتي، تزاملنا سنتين تقريبا في محطه بي بي سي الراديو. والحقيقه انه اشهد لساره محسن ان هي اعلاميه كما يقول الكتاب، دائما ما بتبحث عن التطور ودائما ما تبحث عن المهنيه، وان هي بتنحي انتماءاتها جانبا، ودي مؤسسه ومدرسه الحقيقه، مدرسه البي بي سي يعني. فساره محسن بالفيديوهات دي الناس اكتشفت ان هي زملكاويه. نفس القصه على مينا ماهر من خلال بعض الصور اللي نشرت ليه بتيشيرت الزمالك وهو مع اصدقائه في استاد كان بيشجع في يوم من الايام الزمالك يعني. دي الصوره بتاعت مينا ماهر اللي هو الشخص الثاني من ناحيه اليمين اللي بيرتدي هذه النظارات الشيك. فالناس بدات تنشر، ودي صورة طبعا مينا وهو مراسل في قناة النادي الأهلي. الناس بدأت تنشر الفيديوهات والصور وتقول إنه إزاي اتنين منتميين لنادي الزمالك يدخلوا قناة النادي الأهلي. لكن مفيش حد في خلال عمل الاتنين سواء مينا أو سارة محسن انتقد أدائهم إن هم مش أهلاوية بأي حاجة، سواء قالوها أو بإيماءة أو بتصرف أو بتصريح أو برأي حد. ومن هنا لازم الواحد يبدأ يحاسب الناس من وقت شغله، هل قصر في عمله في قناة هو بينتمي ليها، قناة فئوية؟ أعتقد أنه لا، سواء في خلال الشهور اللي اشتغلت فيها سارة أو اللي اشتغل فيها مينا اللي أنا برضو تزاملت معاه فترة على مستوى تدريبي قصير يعني. وبالتالي رغم الانتماء ده أنت ممكن تلومهم كمشجع أنه إزاي يبقى زملكاوي يشتغل في قناة أهلي أو إزاي أهلاوي يشتغل في قناة زمالك، لكن اللوم الأكبر يبقى على المسؤول اللي عينهم. ولكن هو كمان اللوم الأكبر عليه ده ما يكونش لوم كبير، لأنه في الآخر هو مسؤول عن ضبط أدائهم. هل أدائهم في خلال تعيينهم كان في حاجة مش منطقية إن هم دعموا مثلا الزمالك؟ الناس خدتها طبعا لشغل مؤامرات، إنه لا ده في مزروعين جوه قناة الأهلي عشان يسربوا أخبارنا للمعسكر الآخر الزملكاوي. ودي برضو حاجات لا يعني ألوم فيها المشجعين، لكن ألوم فيها اللي بيحركوا المشجعين في حاجات زي دي. ولأنه كل واحد وليه معايير احنا بندرسها في الاعلام. عايز اقول لكم حاجه، ان انتوا لو لومتوا الاثنين ان هم زملكاويه واشتغلوا في قناه الاهلي فازاي تنحي او ازاي يعني تخالف انتمائك؟ هو كل واحد في العالم ليه انتماء في اي اتجاه، يعني انتماء بقى رياضي، انتماء سياسي، انتماء ديني، بل ان البشر بطبيعتهم بيدوروا على ان هم يكون عندهم انتماءات اصلا. لكن في شغلانه الاعلامي احنا عندنا مشكله انه بعض الاعلاميين اشتغلوا في الإعلام كمشجعين مش كإعلاميين. هو الإعلام أصلا دي وظيفة. يعني هاني حتحوت اللي قدام حضراتكم ده المفروض من خلال دراسته ومن خلال شغله يعرف يشتغل في قناة الأهلي فتحسه أهلاوي، ويعرف يشتغل في قناة الزمالك فتحسه زملكاوي، لأنه بيشتغل إعلامي مش بيشتغل مشجع. حتى لو كان بره شغله بيخرب الدنيا تشجيع لنادي معين، فانت تحاسبه على اللي بيقدمه. يعني لعيب الكوره ده موظف، مهنته لعيب كوره، الاداري اداري، موظف في البنك شغلته اداري في البنك او موظف في البنك، الاعلامي شغلته اعلامي مش مشجع. فالخلط في الاوراق هو المشكله، والمشكله الاكبر انك تبقى متضايق من حد فتعاقب الحد ده بحد ملوش ذنب. اخر حته دي يا ريت نركز فيها كويس. معانا على التليفون طيب مينا ماهر، لانه مينا ماهر بعد الاعلان عن استقالته او اقالته قناه الزمالك او مسؤوله الزمالك رده بانه بيتنا مفتوح ليك يا زملكاوي، تعال اشتغل مراسل في قناه الزمالك. معانا على التليفون مينا ماهر. مينا اهلا بيك، منورني. مينا معايا؟ عارف ان انا بقالك كتير معايا على الخط. طيب مش معانا مينا؟ طيب هيرجع لنا مره تانية مينا ماهر. عايز بس اقول لكم في اطار الكلام عن اتحاد الكره وعن الامور المختلفه، إنه معانا قرارات مختلفة النهارده عن التحكيم وعن بعض العقوبات اللي صدرت وبعض الرد عليها. معانا على التليفون مينا ماهر مراسل قناة الأهلي السابق. مينا أهلا بيك. هاني إزيك، عامل إيه؟ أخبارك إيه، كويس؟ إيه الأخبار؟ تمام الحمد لله. زي الفل. طيب عايز أعرف الأول إيه اللي حصل؟ لماذا
تمت إقالتك، إقالتك مش كده؟ لأن أنا شفت البوست بتاعك إنك بتقول إقالتك. اقول طب لو في وقت، سريعا اتفضل. حسيت انا برضو مهندس معماري، يمكن كنت باخد ورشه معاك في يوم من الايام او كورس زي اكتر من زميل اللي خدت معاه كورس، كنت بحاول ان انا يعني ادرس الموضوع بتاع الاعلام من بره بجانب شهادتي ان انا مهندس معماري. المهم انه في يوم من الايام صديقه او زميله قالت لي انه في اختبارات للمراسلين في قناه النادي الاهلي وهم بيدوروا على ناس، وعندك مشكله انت كزملكاوي؟ قلت لها لا طبعا انا بدور على فرصه اطلع بيها، وان شاء الله في يوم من الايام يعني بعدين الناس هتعرف طبعا ان انا زملكاوي، بس انا بدور على فرصه وابقى لويا للمكان اللي انا فيه. تمام. رحت وعملت اختبارات، كنا حوالي 30 شخص بني ادم ولد وبنت، نقوا مننا ناس، طبعا خدنا ورك شوب طويله ونقوا مننا احسن ناس، كان معايا ناس بصراحه يعني ممتازين جدا. المهم تمام. عدت فتره كبيره مع العلم انه الناس اللي اختبرتني جه في الاول وقال لي بدون ذكر اسماء مين احنا عارفين انك زملكاوي وصور باينه وفي ناس بتتكلم، قلت لهم انا لويال لشغلي، انا دلوقتي بطريقه بروفيشنال وايز بحاول اطور من نفسي، بحاول ابقى مخلص للمكان اللي انا فيه بره القناه. يعني لو في يوم ماتش الاهلي والزمالك بتاع نهائي افريقيا انا كنت واخده اجازه، حضرت الماتش في مكان في الاستاد، وبعد الماتش زعلي او ايا كان رياكشن بتاعي ده كان بتاعي لوحدي. تاني يوم الصبح كنت هوا الصبح في البرنامج وطلعت الصبح وبقول 9 مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، دي كانت الانترو بتاعتي، لانه ده دي حقيقه والنادي الاهلي خد بطوله افريقيا ولازم احترم ده واحترم جمهور النادي الاهلي اللي انا مش شفتش منه حاجه وحشه وبينت. المهم عدى الوقت زي ما انت كنت بتتكلم، طفيت حسابات او ايا كان، بدات بساره محسن، موضوع ساره محسن بقى ترند قعد يومين، انا طبعا كنت حاسس ان في حاجه هتحصل. في يوم نايم صحيت تاني يوم الصبح لقيت بقى صور، صور ليا قديمه، مينا ماهر مراسل قناه النادي الاهلي، وشتيمه طبعا ومسجات بتجيلي على الاكونت بتاعتي. ما كملتش 3 ساعات، طبعا مصر كلها كانت عرفت، انا من نفسي رفعت التليفون وكلمت كابتن ايهاب الخطيب رئيس قناه النادي الاهلي، قلت له كابتن ازي حضرتك، انا وكابتن ايهاب كنا دايما على علاقه مع بعض، يعني هو بنتكلم دايما في التفاصيل، فبقول له هو الحقيقه اعمل ايه، علاقته متميزه جدا بكل من يعملون معه، هو جنبي دايما، هو جنبي دايما وبيقول لي بعد كل لينك هوا يكلمني يا مينا كنت شاطر النهارده ركز، عشان هو كان عارف برضه ان دي مش دراستي وانا بطور من نفسي. مفهوم. قلت له انا كنت صريح جدا معاه، قلت له كابتن ايهاب انا هعمل ايه، سكت وكان بيحاول يجيبها لي بالتدريج او بالطريقه، قلت له بص انا عارف، بيقول لي الاداره ودي حاجات اكبر، يعني الموضوع خلاص بقى توك شو والجمهور هو اللي بيتكلم والناس خلاص كلها بتتكلم، قلت له بص انا هرفع الحرج عن نفسي، انا عارف انت بتقول لي ايه ان انا مش مكمل، وموضوع المكالمه خلصت يعني في هذا السياق، وان تمت اقالتي من قبل اداره قناه النادي الاهلي. تمام. بدون اي يعني مش هقول مقدمات لانه خلاص المقدمات باينه قدامنا باينه على السوشيال ميديا. كتبت البوست اللي انا كتبته ان تمت اقالتي من قبل قناه النادي الاهلي، واللي انا بكرره تاني ان انا بشكر اداره القناه على الفتره اللي هم ادوهاني في القناه، وبشكر جمهور النادي الاهلي اللي بصراحه انا بقالي 9 شهور شغال في قناه النادي الاهلي ما شفتش نيجاتيف بوينت او حاجه سلبيه من الجمهور، دايما كان بيساندني، مع العلم ان في فئه من الجمهور كانوا عارفين ان انا زملكاوي، فئه صغيره جدا، وكنت اشوف بوست بس بتجاهلها. تمام. في شغلي كنت لويال، الكلام اللي بيطلع بيتقال انه دلوقتي بشوفه جاسوس او بتقول اخبار، ما اظنش انه فرقتين بحجم او ناديين بحجم نادي الزمالك والنادي الاهلي، ما اظنش ان حجمهم كبير قوي على ان يكون في واحد شغال عشان بين الاخبار لفرقه ثانيه، الموضوع ده doesn't make sense او مش لوجيك، مفيش عقل يتوقعه. انا كنت بشتغل وبنزل بحضر تدريب النادي الاهلي وبطلع بدي رسالتي على الهوا وبقوله بكل اونستي بكل صدق بكل شفافيه، بقول اللي انا شايفه، لعيبه في منهم لعيبه يعني بقوا اصدقائي واصحابي وبتكلم معاهم، وبره النادي حاجه وجوه النادي حاجه، وبس انا يعني مش عارف معاك قلت انا عايز اسالك على انه الكابتن ابراهيم عبد الله سمعته امبارح مع الزميل ابراهيم فايق بيقول انه يعني لو انت حابب هيتواصل معاك علشان تنضم لقناه الزمالك، هل حصل تطور في القصه؟ ده امبارح بعد حلقه كابتن ابراهيم على طول استاذ ابراهيم عبد الله دخلني في كونفرنس كول مع استاذ فتحي سند وكلموا معايا وعرفوا ايه الموضوع،
قعدوا يتكلموا معايا وقال لي خلاص ان شاء الله يعني انت باب مفتوح في قناه نادي الزمالك، مكانك موجود وان شاء الله هنكلمك يعني. ويعني هو لحد دلوقتي طبعا وعدوني، وان شاء الله يعني مستني اجراء رسمي من قبل القناه. في يعني الكلام كمان اللي انا عايز اقوله لك انه الناس النهارده بدات اشوف حاجات على السوشيال ميديا بتقول انه انت كنت فتره ضد نادي الزمالك، او لا انا كنت يا جماعه ما غلطتش ولا في الاهلي ولا في الزمالك، انا كنت بحترم مهنيتي في المكان. لو على الصفحه بتاعتي انت عارف يعني الصفحات كلها في لكل الناس اللي بتطلع على التلفزيون او لعيبه بيبقى في زي جروب او شركه بتمسك الصفحه بتشتغل عليها، بيبقوا شغالين على الترند او كل الناس. انا عن نفسي لا، انا اللي بمسك حاجاتي بس. تمام يعني مفهوم ان في ناس كتير بتعمل، في ناس كتير انا كنت منهم، ان في ناس مجموعه من الشباب احنا هنمسك لك الصفحه وادمن ويبداوا يشتغلوا على الترند اللي هو ايه الحاجه اللي تعدي الصفحه عشان يتعرف الشغل ده 90% يعني كل الناس 90% بتشتغل كده. كان في بوست كتب وانا ساعات بيبقى بيكتبوا حاجات عن الزمالك او يكون في مباراه اهلي وزمالك ففي حاجه تبقى ترند في المباراه او كلام يتكتب، فانا كنت بدخل وبقول يا جماعه انا في يوم من الايام انا عارف وانا بقول لك ده بشكل صريح وعارف ده ان كان في يوم من الايام هيحصل اللي حصل النهارده بس مش بالطريقه دي، بس كنت عارف ان في يوم من الايام هيبان ان انا هروح حته ثانيه وهيبان ان انا انتمائي لنادي الزمالك. وكنت عامل حساب حاجه زي كنت بقول لهم يا جماعه بعد اذنكم يا ريت نركز عشان انا بعد كده شعور الناس دي هيقولوا ايه، هيقولوا انه ده كان يعني بيكتب حاجات وبيغلط والنهارده بيشجع النادي. لا انا كنت دايما بمسح. عمرك ما كنت هتغلط في حق طرف من الاطراف يعني؟ عمري ما غلطت ولا كنت هغلط يعني. عمري ما غلطت ولا كنت هغلط ولا في النادي الاهلي اللي انا استفدت منه مليون مليون في الميه طبعا. استفدت منه وده حاجه، وجمهور النادي الاهلي وقف جنبي. اقول لحضرتك حاجه يعني الشير اللي كانوا بيعملوه لفيديو ليا على قناه النادي الاهلي ده كان بيزيدني انا خبره وبيزيدني معرفه وبيزيدني شهره وبيزيدني الناس تعرف ان في حد اسمه مينا ماهر بيشتغل. صح. اون ذا اذروايز نفسي طبعا ان ده كان يحصل من جمهور الزمالك، بس ممكن اقول لك حاجه، في لعيبه كوره بيطلعوا ما بيتشافوش مثلا غير في قناه في نادي الاسماعيلي مثلا، ولعيبه جامدين قوي يطلعوا يبقوا ناشئين وجامدين، بس هم مثلا نلاقيهم ان هم انتمائهم نادي الاهلي، بس هم خدوا الفرصه نادي اسماعيلي. صح. ممكن بعدين يلعبوا في الاهلي، ده مثال وبيحصل في اهلي الزمالك، في لعيبه في ناشئين الاهلي وخدوا الفرصه في الزمالك والعكس وراحوا تاني، ده ملوش علاقه. انت قلت في الاول لعيب شغلانه. صح. خليني اقول لك ما بالك بقى باللي يعني بيطلع وبيأدي حاجه على السوشيال ميديا او على التلفزيون. صح. يعني انت اهم حاجه اللي المفروض تفخر بيه انك ما مشيتش بسبب انك ارتكبت خطا اعلاميا، ودي النقطه طبعا. الاهم بل طبعا. بالعكس حتى لو كان في اي خطا اعلامي لاي اعلامي فهي بتكون خطوه الواحد بيعرف بيها ويتعلم بيها عشان ما يكررهاش مستقبلا. انت على الجانب الاخر ما غلطتش غلطة إعلامية، فالأهم دلوقتي أنا هو واضح وصريح أنا مشيت عشان أنا زملكاوي، وعلى فكرة أنا أحترم ده لأنه قناة النادي الأهلي ما فيش في إيديها أي حاجة. مفهوم. ده الجمهور. صح. إحنا في الأول والآخر الجمهور. صح. هو اللي بيحدد. صح. من حق الجمهور ممكن من حق في إيده يمشي لعيب بكرة. يمشي لعيب بكرة، الجمهور ممكن يحدد ده، ممكن. صح. يقضي على لعيب أو يقضي على حد. صح. من حق القناة، من حق القناة إن هي تنهي التعاقد، أمر طبيعي. ممكن يكون الخطوة التعيين بما إنها معروف الانتماء ما كانتش تحصل من الاول، فهم مسؤولون بشكل او باخر، ولكن من حقهم كده. انت الاهم انك في مسؤوليات عليك اكبر من فتره سابقه، وهي ان الناس ممكن تكون اللي ما يعرفش اسمك عرفوا، انك تحافظ على موضوعيتك في شغلك ايا ما كان، بتشتغل في الزمالك، بتشتغل في الاهلي، بتشتغل في قناه عامه، بتشتغل في قناه اخباريه، في الاخر انت عليك مسؤوليه كبيره الفتره اللي جايه. طور من نفسك دايما وربنا يوفقك، وانا بحييك، وايا ما كان سواء انتقالك الى قناه الزمالك او اي قناه اخرى ربنا يوفقك فيه ان شاء الله. شكرا ليك زميلي العزيز مينا ماهر. خليني اقول لكم على مستوى مباراه الاهلي والزمالك، فالحكم الاقرب هو الكابتن امين عمر، وترجيح كفته عشان الكابتن ابراهيم نور الدين كان قد ادار مواجهه قمه في سنه 2014، ففي اطار البحث عن ان يبدو فرص لاسماء مختلفه، يبدو الكابتن ابراهيم الكابتن امين عمر هو الحكم الاقرب لاداره قمة. في إطار برضو اللاعبين، فعلي معلول بره قائمة الأهلي، هو في لغز على مستوى الإصابة. هو لما سألنا مصدر في الأهلي قال لنا والله اللاعب بقى تمام، اللاعب هو اللي عنده قلق أنه يلعب رغم التجمع الدموي اللي عنده في العضلة، أحسن يكون أول ما يلعب بيتصاب، فده سبب أنه هو دلوقتي في مرحلة التأهيل النهائية، فما ينفع هو اللي مش عايز يدخل القائمة، لكن هو فنيا وطبيا بقى لائق. اللاعب حاسس انه لسه في تجمع دموي وكده كده زعلان من الفتره اللي فاتت، انه اصابه ليه تطول طول الفتره دي من شهر 2 من ساعه ماتش بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا في كاس العالم للانديه،
فده اللي عمل مشكله عند علي معلول، لكنه بالتالي لن يكون متواجدا في القمه. وفي نصيحه من طبيب منتخب تونس اللي بيعالجه انه ما يرجعش التدريبات الجماعيه قبل من 8 الى 18 يوم قادمه في الفتره المقبله. طيب، واجاي نفس القصه، انه تعافى لكن بيؤدي مرحلته الاخيره من العلاج على امل انه ينضم الى التدريبات الجماعيه والمشاركه في المباريات في مرحله قريبه مش بعيده. طيب، فيما يخص الزمالك، فالزمالك بعيدا عن كره القدم بيشارك في البطوله المقامه تحت رعايه الام بي اي على مستوى الانديه الافريقيه في كره الطائره المقامه في رواندا. الزمالك وصل بالفعل، لكن الزمالك النهارده نشرت تصريحات في السله، عفوا انا قلت الطائره. الزمالك نشر تصريحات النهارده على لسان الكابتن طارق السعيد رئيس بعثه الزمالك في رواندا انه مستاء شويه من تاخر وصول البعثه، ولام اتحاد كره السله على هذا الامر في تصريحات لو جاهزه معانا ممكن ننشرها حالا او نذاعها. التصريحات كان بيتكلم فيها على انه يعني سبب التاخر هو اتحاد كره السله بسبب، وده قلل من فرصنا في ان احنا نلعب مباريات وديه اقل من بعض الفرق بسبب المشاركات المحليه، وقال انه في تمارين هتتعمل، وطبعا اول مشاركه للزمالك هتكون يوم 19 مايو امام فريق فيرا فيارو بطل موزمبيق. معانا على التليفون من رواندا الكابتن طارق السعيد رئيس بعثه الزمالك. ايوه الكابتن طارق، اهلا بيك منورنا. اهلا يا استاذ، اخبار حضرتك ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب. طبعا ده صوت الموصل ما بيننا وبين الكابتن طارق، اعتقد فقدنا الاتصال بالكابتن طارق السعيد. لكن خليني اقول لكم ان قائمه الزمالك في هذه البطوله هتضم القائمه التاليه: هيثم السحارتي، مصطفى كيجو، عمر هشام، انس اسامه، احمد حاتم، احمد ياسر، مهاب ياسر، مصطفى مشعل، اسلام سالم، والتر هوج، مالكو ديابتي، مايكل فاكودا، وشنميليو الونا. بيتاهل اول وثاني كل مجموعه بالاضافه الى افضل فريقين من اصحاب المركز الثالث الى الدور ربع النهائي، وبعد كده ربع النهائي بنظام خروج المغلوب، ونصف النهائي نفس القصه، والمباراه النهائيه طبعا لتحديد بطل هذه البطوله. هنرجع مره ثانيه للكابتن طارق السعيد خلال ثواني، لكن التصريحات بتاعته ممكن نستعرضها مع حضراتكم اللي كان قالها النهارده ونشرت عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك. قال انه من المقرر اقامه تمارين فرديه لجميع اللاعبين من يوم 9 وحتى يوم 11 مقسمه بين 6 لاعبين داخل صالتين، من صاله تحتوي على 3 بوردات و6 لاعبين داخل صاله اللياقه البدنيه، على ان تبدا التمارين الجماعيه بدايه من يوم 12. قال ان الفريق يلعب مباراه وديه يوم 15 مع فريق انجولي، مع العلم ان اغلب الفرق المشاركه في البطوله ستلعب مباراتين وديتين. قال ان اتحاد السله في مصر هو السبب بسبب المباريات المحليه، اللي هو يقصد يعني ماتش الكاس مع الاهلي وماتش الزمالك مع الزهور، ولا سبورتنج، مع سبورتنج عفوا، في مباراه تحديد المركز الثالث في كاس مصر. قال يتم خوض تمارين فرديه بشكل يومي داخل غرف اللاعبين عن طريق برنامج زوم بتستمر لمده ساعه او ساعه ونصف. طيب، خليني اقول لكم في اتحاد الكره في اتجاه داخل لجنه التظلمات لتخفيف العقوبه على الكابتن ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب، واللي اتعاقب بستة أشهر إيقاف بسبب التحقيقات في قصة مباريات منتخب مصر في بطولة أفريقيا للشباب. لجنة التظلمات شافت أنه لم يرتكب ما يجعله يتم إيقافه ستة أشهر كاملة. هو حاليا مدير الفني لبتروجيت، وصل لسيمي فاينل كأس مصر، فقالوا أنه ما فيش ما يستوجب إجراء هذه العقوبة القاسية، ففي احتمالات لتخفيف العقوبة، والأقرب أنه في جلسة تحصل يوم 17 أو 18 من الشهر الجاري بإذن الله بعد عيد الفطر المبارك، كل سنة وأنتم طيبين. هيصدر فيها وقتها القرار بتخفيف العقوبة. ربما هي كانت القرارات طبعا تغريمه يعني 200,000 جنيه وإيقافه 6 أشهر عن المباريات. طيب، عايزين نطمن على الإسماعيلي، انتصارات ما شاء الله متتالية 3، واستمرار غياب الكابتن إيهاب جلال للإصابة بفيروس كورونا. كابتن والاستاذ علاء وحيد المتحدث باسم مجلس اداره الدراويش معانا على التليفون. استاذ علاء، اهلا بيك منورنا. ربنا يكرمك، كل سنه وانت طيب كابتن هاني وكل الساده المشاهدين يا رب. وحضرتك طيب. هبدا معاك بنقطه من حيث انتهيتم، بيان من مجلس اداره الاسماعيلي يشيد بالتحكيم المصري، كلمه ندرت خلال السنوات اللي فاتت وخلال هذا الموسم، الكل انتقد بما فيهم الاسماعيلي اداء التحكيم. النهارده بيان بيشيد باداء التحكيم، عايز اعرف تفاصيله.
هو مش في صورة بيان رسمي، هو كان تصريح أنا عملته بس بناء على أولا إحنا طلعنا انتقدنا كتير التحكيم في هذا الموسم تحديدا. أنا انتقدت التحكيم والنادي انتقد التحكيم لأخطاء الكل كان أجمع عليها، ولكن عندما يبيد التحكيم لابد اللي إحنا نقول له شكرا، وده يثبت اللي إحنا منطقين. يعني أنا لما شكرته وقلت التحكيم كان رائع في آخر أربع مرات من المباراة أمام سيراميكا الإسماعيلي هزم فيها، ومع ذلك قلنا التحكيم كان رائع بكل ما تعني الكلمة. كان التحكيم سواء الملعب أو الفار حاولوا بقدر ما استطاعوا إن هم يوفروا العدالة للفريقين، وده اللي إحنا كنا بنطالب بيه. علشان كده كان لازم أطلع ونطلع كلنا ونشكر التحكيم في الأربع مباريات السابقة للإسماعيلي، مش عشان فزنا في ثلاثة منهم لا، علشان فعلا إحنا خدنا حقنا، العدالة توفرت في أرض الملعب، الفار كان رائع بكل ما تعنيها الكلمة، وفعلا أنقذ المباراة في مواقف كتيرة جدا بكل الحيادية والعدالة، وده اللي احنا كنا بنطالب بيه. فعشان كده احنا بس بنثبت لما بننتقد حاجة بننتقد لأسباب، وزي ما انتقدنا لابد اللي احنا نشيد أيضا بالتحكيم، ان هو ده التحكيم اللي لازم كلنا نقف وراه، هو أهم عنصر من عناصر اللعبة، مش من مصلحة حد ان التحكيم يتضر أو التحكيم نهد فيه، مش من مصلحة أي مخلوق. لحد ما يغلطوا تاني وتطلعوا بيان انتقاد تاني. والاخطاء موجوده وارده، مفيش ادنى مشكله، وهنقول راينا بصراحه، وكل ما يبقى برضه الحكام مجيدين لابد ان احنا نطلع نشكر اكيد. طيب عايز اطمن على الكابتن ايهاب جلال، تقارير واقاويل عن ان اصابته بالفيروس لسه متعبه، وانه في تدهور لا قدر الله في حالته، في وقت سمعنا برضو من جانب اخر انه حالته مستقر، عايز اطمن عليه تماما كابتن. اولا النهارده كان كل اللاعبين بيتصلوا بيه وكلمهم وطمنهم وقال لهم ان في مسحه هيجريها النهارده لحد باذن الله، علشان تبين ان شاء الله باذن الله يا رب تكون سلبيه ويقود الفريق في مباراه البنك الاهلي. دي اولا. يعني محتمل ان تكون العينه سلبيه، وده معناه انه حالته كويسه. ان حالته هو بدليل ان هو موجود في غرفه عاديه وليست غرفه عنايه. وبعدين لما اتنقل المستشفى اتنقل ليه؟ هو الاعراض اما كانت بسيطة ما كانتش حادة، ولكن هو أصر على الصيام، وانت عارف يعني البروتوكول بيبقى متعب صح جدا صح، ومحتاج حاجات كتيرة ومحتاج أغذية وسوائل وحاجات، هو أصر على الصيام، فده عمل نوع من أنواع الإيقاع. فكان الأفضل بقى إن هو كان يبقى في غرفة عادية في المستشفى حجز علشان يتم تناول الأدوية في مواعيدها يعني. وهو الحمد لله استجاب جدا وبقى كويس جدا، والحمد لله ما فيش أدنى مشكلة، وبيتابع مع كابتن حمد كل يعني كل دقيقة في اتصال بينهم، التدريب النهاردة ايه، حاله المصابين ايه يعني. فهو الحمد لله بيشرف على الفريق اشراف كامل حتى وهو في فتره مرضه، وان شاء الله احنا كلنا امل انه يعود في مباراه البنك الاهلي، وحتى لو ده يعني احنا برضو مش مستعجلين، ولكن هو اهم حاجه صحته. ويكفي اقول لك حاجه جميله، الجمهور الاسماعيلي الرائع النهارده بعد المساجد، والله في هذه الليله المباركه الرائعه بعد صلاه التراويح، دعوا له بطريقه جماعيه يعني زي ما كان بيدعوا لاهاليهم وابنائهم، بيدعوا الكابتن ايهاب جلال ربنا يشفيه. فده يثبت قد ايه هو دخل قلوب كل الاسماعيلاويه وكل الناس بتحبه قد ايه. ربنا يا رب يديله الصحه ويوفقكم استاذ علاء، بشكرك وببارك لكم اكيد على الانتصار، لكن بالانتصار الثالث اللي تحقق كان بينهم قصه الثلاث نقاط، فقصه النجوم ولعب ابراهيم حسن، فهل يعني اولا لم يتم اختار النادي رسميا بخصم ثلاث نقاط، وشفنا سوابق كتيره جدا بيتقال في نهايه الموسم وبتم رفعها في حل التصالح في مثل هذه القضايا، ومش عايز ادخل في مواضيع قانونيه النادي بيتبعها، واحنا بنحترم اللوائح والقوانين فبنسلك كل الطرق القانونيه، ولكن في على الجانب الاخر هناك ايضا يعني كلام ان يتم قاعده جلسه قريبا جدا ما بين مسؤولي الناديين نجوم المسابقه للاسماعيلي حل المواضيع بطريقه وديه، هو ده الحل اللي كتير جدا شايفين انه هو الحل الوحيد، ولكن الناحيه القانونيه ده اتجاه النادي بيعمل فيه كل اجراءاته، بيسلك كل السبل والطرق اللي بتكفل ما يبقاش في خصم نهائيا للاسماعيلي الثلاث. بس هو اكيد الناحيه القانونيه انتهت، فالحل فعلا الوحيد والاخير هو فيها، ولكن انا مش في معرض ان انا اقولها، اللي احنا اتفقنا ان حل مثل هذه القضايا بيكون بعيدا عن الاعلام افضل يعني. فهي ان شاء الله يعني الطرفين هيكون في اتفاق ملزم ما بينهم مش عايز تصالح، لك كل واحد ياخد حقه يعني. وان شاء الله ده هيتم قريبا جدا، وطبعا جماهير النادي الاسماعيلي باذن الله مش هيكون في خصم النقاط. بشكرك استاذ علاء وحيد الاعلامي الكبير والمتحدث باسم مجلس اداره نادي الاسماعيلي. بمناسبه الكلام عن الحكام، وده السؤال اللي بدات بيه مع الاستاذ علاء وحيد، الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي كان جلس في جلسه التحقيق معه من جانب اتحاد الكره المصري في اطار تصريحاته اللي بسببها اوقف واحيد للتحقيق
في قصه الكابتن جهاد جريشه حكم مباراه الزمالك مع بيراميدز، اللي بسبب التصريحات دي الكابتن جهاد جريشه اترفع عنه الايقاف، هيدير مباريات اقل الفتره اللي جايه، لكن هيدير بدايه من بكره زي ما قلت لكم. فالكابتن سيد عبد الحفيظ بعد الجلسه خرج البيان من جانب اتحاد الكوره بانه اكد على انه تصريحاته قد نقلت بطريقه مغلوطه من خلال احد او بعض المواقع، وانه يحمل كل التقدير لافراد المنظومه التحكيميه بالكامل، فرفع عنه الايقاف ولم تحدث اي غرامه بشانه. وبالتالي انتهت القصه، وبالتالي التصريحات اللي فسرت في اتجاهين، منهم تفسير انه الحكم بيكلم المدير الكره بيقول له ما تزعلش بعد القرارات، او التفسير الثاني انه انا همسح رقمك، دي حاجه مالهاش علاقه بانه بيكلمه ولا بيكلموش، انتهت من جانب اتحاد الكرة بعد تحقيق واضح انه كان سريع واتلمت بسهولة يعني. ولكن ما هو يا كده مش يا كده يا كده، ما هو الكابتن سيد عبد الحفيظ حققته معاه واكتشفته ان مفيش شبهة عدم نزاهة من التحكيم يعني مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، منتهية جلسة التحقيق، لكن مش رافع الإيقاف كمان اللي هو على الأقل مباراة واحدة، لأنه التصريحات كانت عبارة عن 15 دقيقة، 15 دقيقة انتقاد لكل الحكام في كل الاتجاهات. فده في هذا الموسم بما فيهم الكابتن سيد عبد الحفيظ أوقف مباراة أو مباراتين من وجه نفس التصريحات للحكام. فأنا تفاجأت بأن الكابتن سيد عبد الحفيظ انتهى التحقيق معه بأنه كوفئ، أنه كوفئ بأنه اتشالت منه العقوبة حتى بتاعت ماتش الاتحاد السكندري. فهي بس القصة أنه يا جماعة مش كل حاجة بتحصل بأنه بمكالمات تليفونية أو ما تزعلش أو ما تزعلش أو خلاص أنا بأكد تقديري. في حاجات معروفة اللي بينتقد الحكام في الإعلام بشكل معين بيعاقب، حصلت مع كل الناس الموسم ده بما فيهم الكابتن سيد عبد الحفيظ. فانتم ما تحطوش لائحه او قرار وتطبقوه مره وما تطبقوهوش مره. في صرامه محتاجين نبقى واخدينها، لانه انا كل ما بقابل حد يقول لي هو الدنيا ماشيه ازاي، اقول له والله انا نفسي ما بقتش عارف. انا بدعو دايما لان يبقى في لائحه وفي قرارات تطبق طبقا لهذه اللائحه دايما على الكل، اهلي وزمالك وانتاج حربي. اقول انتاج حربي عشان هو في المركز الاخير، يعني بتكلم على من اعلى الجدول الى اسفل الجدول حتى الان. يعني النهارده في انجلترا ليفربول كسبوا ساوثهامبتون بثنائيه تياجو الكانتارا ومن قبليه ساديو ماني بهدف صنعه محمد صلاح، فوز مهم عاد به ليفربول الى الانتصارات، والانتصار ده كان مهم علشان يجي بعد فوز تشيلسي على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد. وكان على جانب اخر في نفس المسابقه ماتشات تشيلسي الفتره اللي جايه صعبه، عنده ليستر سيتي مرتين، واحده في الكاس فاينل واحده في الدوري، والاثنين بيتنافسان على المركز الثالث، وليفربول عنده لسه مباراه مؤجله مع مانشستر يونايتد، فبرضه حرب المركز الثالث والرابع الفتره اللي جايه لسه مستمره. على اي حال النهارده فيما يخص الدوري الالماني انتهى رسميا على مستوى من المتوج، بايرن ميونخ توج للمره التاسعه على التوالي بلقب البوندسليغا، وده بعد ما كسب مونشنجلادباخ، لا بعد ما دورتموند كسب لايبزيج 3-2، فخلاص رسميا لايبزيج لن يلحق ببايرن ميونخ فيما تبقى، فكسبوا للمره التاسعه. رغم كده اكتسحوا مونشنجلادباخ بسداسيه سجل منها هذا اللاعب التاريخي المرعب ثلاثيه، منهم هدف على الطاير باكورد كده اتعملت له جوه منطقه الجزاء، وصل ل 39 هدف في الدوري بس، في الدوري بس 39 هدف، رقم مرعب لليفاندوفسكي. حتى لما اتصاب كام ماتش رجع راح معوض اللي غابوا بجوال ورا بعض باهداف غريبه ومرعبه ما شاء الله يعني عليه. النهارده في اسبانيا على جانب اخر كانت مباراه كلاسيكيه قويه جدا، برشلونه واتلتيكو مدريد، لكنها لم تكن قويه جدا على مستوى الكوره يعني اللي تقدمت فيها، وانتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف. سواريز ضيع فرصه خطيره جدا في مواجهه فريقه السابق، اول مواجهه ضد برشلونه، وتعادلا سلبيا عشان يسيبوا الفرصه لريال مدريد ان ياخد الصداره بكره اذا كسب مين؟ اشبيليه اللي برضه منافسهم لكن من بعيد على لقب لا ليجا، فمباراه مرتقبه جمهور ريال مدريد بيقول فيها عارفين والله ان احنا مش هنقبل الهديه وهنخسر نقاط جديده في دوري الكل يرفضه، رغم ان الدوري كل شويه بيداعب احد من الاطراف أربعة. بكرة على أي حال زيدان بيفقد راموس وبيفقد ميندي أمام أشبيلية، وهو قال تصريح النهاردة في المؤتمر الصحفي إن أنا هسهلها قوي على إدارة ريال مدريد فيما يخص مستقبلي. هيسهلها إزاي مش مفهومة قوي، لكنها من وجهة نظري إن أنا هستقيل، مش أنتوا اللي هتقولوا لي امشي يعني. في وقت تالي بعد كده، وده خبرنا الأخير النهاردة، باريس سان جيرمان أعلن تمديد تعاقده مع نيمار لسنة 2025 عشان ينهي الجدل
ويقول له خلاص يا برشلونة اصرف نظر، احنا اقنعنا نيمار ومكمل معانا بالفلوس بقى بالطموحات بأي حاجة، او مكمل معانا الا بقى لو قررنا ان احنا نبيع يعني وتقدروا تشتروا. ما اعتقدش ان انتوا تقدروا تشتروا على اي حال. ادوا له راتب 30 مليون يورو في الموسم بعد خصم الضرائب بالاضافه الى بعض الحوافز طبقا لما قالت سكاي. دي كانت اخبارنا النهارده، بكره ان شاء الله لقاء جديد هنتكلم فيه على ما يدور في الكره والرياضه المصريه والعالم. فتحيات كل فريق العمل وتحياتي هاني حتحوت، اسيبكم مع الجنازه اللي اقيمت في توديع الكابتن مدحت فقوسه نجم الكره المصريه السابق والمصري البورسعيدي، خالص العزاء لأسرته ولأسرة الرياضة المصرية ودعوتنا له بالرحمة والمغفرة. إلى اللقاء. بقاء لله بعز شعب بورسعيد وكل شعب مصر يعني عامة. كابتن مدحت فقوسه يعني هو ابن بورسعيد بس يعني الراجل ده كان له مكانه في قلوب كل المصريين اول ما حصل على كاس العالم العسكري، ويعني الراجل ربنا يرحمه ويغفر له كان استاذ لينا كلنا، درب نادي المصري وكان مدير فني نادي المريخ وتعلمنا منه حاجات كتير جدا. بقاء لله لمصر كلها، لبورسعيد كلها، رمز من رموز مصر ورمز من رموز بورسعيد، حاجة كبيرة وقيمة وقامة كبيرة عمرها ما هتتنسي أبدا. مش مسعود اللي هيتكلم على قيمة كبيرة زي كده، كابتن كبير وربنا يرحمه وهو في مكان أحسن دلوقتي. يعز علينا طبعا الكابتن مدحت فقوسه وفراقه، لكن هو قيمة كبيرة في بورسعيد وفي مصر كلها فنيا وكرويا. لكن أنا عايز أتكلم على مدحت فقوسه الإنسان المحترم الغالي اللي تملي يبعث البهجة والفرحة على الناس، هيفضل ويظل إن شاء الله في قلوبنا عايش، لأن هو سايب ذكرى طيبة وذكرى جميلة. الكابتن مدحت فقوسة ربنا بيفتكره وبيكرمه لما بيتوفاه الله في الأيام العشر الأخرى من شهر رمضان. الله يرحمه ويغفر له ويثبته. عند السؤال، فقيد مصر وفقيد بورسعيد كابتن مدحت فقوسة طبعا تاريخ كبير في الرياضة المصرية وفي النادي المصري بالذات، فربنا يرحمه ويصبر أهله ويصبرنا كلنا كرياضيين يا رب. بنعزي نفسنا ونعزي شعب بورسعيد وشعب مصر كله في وفاة رمز من رموز الكرة المصرية كابتن مدحت فقوسة، كابتننا وصاحب الفضل علينا، الراجل اللي عمره ما بخل علينا بأي حاجة، طول عمره واقف جنبنا ومساند لنا في أي مناسبة في أي مكان في أي تكريم. كابتن مدحت عمره ما تأخر علينا، واللي بيحصل النهاردة ده هو رد الجميل ليه كل شعب دمياط احنا نيابه عنه، بنوصله تعازينا وتعازي شعب دمياط كله لكابتن مدحت فقوسه رحمه الله عليه. كابتن ايمن وراضي بقضاء ربنا في كل حاجه الحمد لله والله، ويعني وربنا حقق له اللي هو عاوزه. يعني هو كان نفسه يموت في رمضان وقال لنا انا هموت في رمضان، واحنا يعني كلمناه قبلها على طول وقال لنا انا خلاص انا بموت يعني، الحمد لله على كل شيء والله. اتمنى له الرحمه والمغفره وربنا ان شاء الله يدخله الجنه باذن الله، وانت شايف محبوب من كل الناس رغم الظروف اللي احنا فيها، ولكن كل الناس متواجدة في تشييع جنازته. أتمنى له الرحمة والمغفرة وفي الجنة بإذن الله. رحمة الله عليك كابتن مدحت فقوسة، والعزاء مش لبورسعيد أو لأسرته، العزاء لكل مصر. مدحت فقوسة اللي عطى الكتير وعطى لكل الناس من وقته ومن حياته ومن مجهوده للناس، ربنا رحمه رحمة واسعة وعمله من معاطيق رمضان، ان ربنا يتوفاه في العشر ايام الاخيره من رمضان العتق من النار. ربنا يرحمك يا مدحت، اعماله الطيبه سابقاه، اعماله الطيبه بتدل على حب الناس له، اللي عمله في حياته ربنا يغفر له ويسامحه ويكفر عن سيئاته. كل واحد فينا بيتمنى ان احنا نتوفى في الايام اللي هي المفترجه دي، الايام العشره الاخيره من رمضان، اللي ان شاء الله يكون ليله القدر فيهم في العشره الاخيره دول. كلنا بندعي له وكلنا بنتمنى له ان شاء الله ان يعني حاجه احسن من اللي هو كان فيها. ربنا يثبته عند السؤال، ربنا ان شاء الله يتجاوز عن سيئاته.